أهلا بيكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة وبرنامج نحن هنا. برحب بيكم. من كام يوم حصلت حادثة صدمتني وألمتني جدا، خلتني أفكر كتير وأسأل نفسي، هل الفن تجسيد الواقع ولا عصاية سحرية ممكن بيها نعمل أي حاجة، نوصل بيها كل اللي احنا عايزينه، نفرح نضحك نبكي نعلم نغير. حقيقة احنا جيل المحظوظين، جيل السبعينات والثمانينات، استمتعنا بحاجات كتير كانت فعلا جميلة وليها مذاق وطعم مختلف. فاكرين ماما نجوى وبقلوز والجميلة نيلي والفوازير والتنبكة وشريهان الرائعة والفوازير والاستعراضات وألف ليلة وليلة؟ نرجع تاني لموضوع الحادثة اللي هزتني جدا وخلتني أكتب قصة شبهها أعبر بيها عن اللي عايزة أقوله. كان يا مكان، بس لا في سعد ولا في إكرام، في حزن وألام. المكان شارع في حارة شعبية، ثلاث أطفال أصحاب بيلعبوا في الشارع، كانوا أصحابه جيران سامح وسارة ولبنى. بابا لبنى كان طموح، ذاكر وكمل تعليمه وتخرج من كلية الهندسة وبقى مهندس قد الدنيا. حال الأسرة كلها تغير، هو سافر دولة عربية وهم نقلوا شقة أكبر في حي راقي، لكن فضلت صداقة لبنى وسارة مستمرة. لبنى كانت بتحب المذاكرة جداً وبتهتم بيها، وباباها دايما كان يقول لها ويشجعها ويقول لها ان العلم مفتاح الحياة ومفتاح النجاح ومفتاح التغيير الأحسن. سارة بقى كانت مهتمة بابن الحلال، امتى ترتبط وتتجوز. لبنى ياما نصحتها كتير انها تركز في دراستها، لكن مفيش فايدة. اول ما سامح حصل على الدبلوم اتفاجأت لبنى انها معزومة على خطوبتهم وفرحهم كمان، وسكن الطفلين أقصد العروسين في شقة مامته مع أسرته لحد ما ربنا يفرجها. مامته وإخواته طبعا كانوا بيضايقوها، كانوا بيضايقوا سارة ويغيروا منها، بيتخانقوا معاها. بعد أسبوع واحد في واحدة من الخناقات سارة ما قدرتش تستحمل، وعشانها صغيرة ومش بتعرف تواجه ولا تتصرف صح هربت، بس مش من الباب، من الشباك. من يوم الحادثة المشابهة وأنا حاسة بوجع وألم كبير ومسؤولية أكبر عن البنات والولاد الأطفال دول. يا جماعة الدنيا بتتغير، واللي كان ينفع زمان ما عادش مناسب لدلوقتي. العلم نور، وبشكر الرسامة الجميلة منى شكران اللي رسمت لنا الرسوم اللي ظهرت معانا رغم إنها في فترة امتحانات وكان صعب عليها جدا، إلا إنها تشجعت عشان خاطر البنات والولاد اللي تقريبا قدها أو أصغر منها كمان، ورسمت الرسومات الجميلة اللي عرضناها دي. وفي لفتة إنسانية حصلت منها طلبت منها ترسم الشباك مفتوح، بس هي رسمته مقفول كأنها كانت عايزة تحمي البنت من اللي حصل لها. منى قفلت الشباك، انتوا بقى هتعملوا ايه؟ احنا هنعمل ايه؟ مش عارفة اقولك يا شيرين، يعني انا بشكرك على الدخلة القوية جدا جدا دي. طبعا الحادثة دي كان شيء رهيب، شيء رهيب، يعني مش اعتقد ما عنديش كلام اقدر اعبر بيه بصراحه. المشكله ان مش دي بس، كتير. صحيح. بس الجميل بقى في اللي انت قلتيه، انك رجعتينا لايام زمان الجميله، شخصيه ماما نجوى وبقلوز، احلى ذكريات عمرنا. اعتقد ان اللي اتعلمناه من ماما نجوى وبقلوز، ابهاتنا وامهاتنا ما كانوش عارفين يعلمونا القيم والمشاعر الجميله دي اكتر ما كانت مترسخه جوانا ايام ماما نجوى وبقلوز. سألتي سؤال حلو قوي يا شيرين عن الفن وعن الواقع، هل الفن بيجسد الواقع ولا الواقع بيظهر بعض الأشياء اللي بتظهر في الفن؟ أنا رأيي إن الفن للأسف الشديد، دي وجهة نظري، إنه أظهر لينا أو رسخ لينا بعض المفاهيم والشخصيات الغير سوية. على سبيل المثال، إحنا زمان ما كناش نعرف قوي موضوع الرشوة والمحسوبية، هي ظهرت بقى لها فترة طويلة قوي، خاصة كمان أيام الثمانينات ظهرت بعض الأفلام اللي رسخت في أذهاننا موضوع الرشوة والمحسوبية، وإن أنا مش هقدر أحصل على حقوقي إذا كان في عندي حد أعرفه أو بقدم رشوة لموظف أو لأي شخص كان يعني. كمان نتكلم بقى عن بعض الشخصيات اللي أظهرها الفن واللي عملت علامة في حياتنا مش مظبوطة أبدا، زي إيه؟ الزوجة الثانية، مفهوم الزوجة الثانية. الفن أظهر مفهوم الزوجة الثانية بإن هي رمز للحب والدلع والتهنين. لا يا جماعة، الزوجة الثانية زيها زي الزوجة الأولى. شخصية مثلا سي السيد، شخصية سي السيد ده أنا هسيب لك بقى الطلعة دي يا عبد الرحمن، إن أنت تتكلم، أنت قاعد بتصغر لي كده عن شخصية سي السيد.
يعني انت ضد ولا مع يا عبد الرحمن؟ هو طبعا احنا ما فيش حد طبعا طبعا مع راجل بقى لازم هو السيد في القعده بتاعتنا النهارده. عبد الرحمن ديك البرابر بتاعنا النهارده. بص هي بص انا عايز اقول لك يا حنان خليل، اول بس قبل ما ادخل وعلق على الجزئيه دي احيي شيرين جدا على المقدمه المؤثره، لان انا فعلا اتاثرت بيها. وهنا بنقول ان دايما لا، هو الفن دايما يجسد الواقع وبيحاول يظهر الظواهر السلبيه اللي فيه. اما تعليق عن موضوع السيد، طبعا انا اتمنى ان انا اكون سي السيد. طبعا شوف مفيش راجل السيد عارفه وشه كده منور فرح وحاسس بنفسه لا وظبط القعده سي السيد. بس هو لسه ما لقيتش امينه، بس هي الفكره كلها ان لا شفتي برضه بيقول امينه، اهي شخصيه امينه دي طلعت علينا كده ما بتفهمش جات لنا منين. بس انا عايز اقول لك زي ما الست ليها عليها واجبات فهي ليها حقوق، ولازم لازم دايما الراجل يراعي حقوق المرأة دي. ولو احنا جينا بصينا اصلا للفن هنلاقي ان الفن على مدار العصور من ايام العصر الفرعوني وهو بيعكس مدى تقدم ورقي الدولة المصرية. صحيح. شفنا المسلات، شفنا الجدران اللي تزينت بالعديد من الرسومات اللي قدرت تعكس تاريخ طبعا كامل. احنا مش ضد الكلام ده طبعا، ان بالزبط. الفن اظهر يعني معالم حضارية واشياء جميلة جدا خاصة كمان بالحضارة المصرية. صحيح. وفي برضو افلام تانية كانت انا عايزه اقول رمز لبعض يعني السلبيات والغلط. ده بطبيعه الحال يعني لو بصين حتى الافلام التجاريه الافلام التجاريه هو ده المكسب المادي. احسن مصطلح نطلقوا عليه. لكن تعالوا بقى نبص كده على مدار التاريخ. هنلاقي مثلا ان كان عندنا فيلم زي اريد حلا، ده كان للفنانه الجميله فاتن حمامه اللي قدر ياثر ويغير في بعض القوانين من ضمنها قانون الاحوال الشخصيه، ان هو كان المرآة والمنارة اللي قدرت بعد كده انها تلفت انتباه المجتمع والدولة. الفيلم ده عن كان قانون عالمي زي قانون الخلق. صحيح. لو جينا بصينا تاني هنلاقي مثلا طيور الظلام اللي جسد لنا الفنان عادل امام، طبعا الفنان الرائع اللي بنوصله دايما تحية كبيرة، جسد لنا حقبة زمنية مهمة جدا في تاريخ صحيح مصر. إذن الفن على مدار له ما له وعليه ما عليه فعلا. لا وفيلم امير الظلام النور خلصت. مكانه في القلوب اكيد. صحيح. طبعا الفيلم ده كان تاريخي، انا نفسي بحب اتفرج على الفيلم ده قوي، تحس بيديك امل كده في الحياه. هو فكره فيلم كمان امير الظلام ان هو رسخ فكره ايه، انك مش اعمى البصر، انت اعمى البصيره. صحيح. لكن لما يكون جواك حلم عاوز تحققه هتجاهد هتحاول توصل له. الفيلم ده كان رمز يا جماعه، طالما في هدف لازم الواحد يسعى لانه يحققه.